لم تتوقع الفنانة ياسمين صبري أن يتم الزج باسمها في محكمة الأسرة، وخاصة الآن حيث لم يمر على زواجها سوى أشهر قليلة. القصة وفقا لمجلة سيرتي حدثت عندما لجأت شابة مصرية لمحكمة الأسرة في دعوى خلعة بحجة أن زوجها اقترح أن يمنحها كل ما يلزمها من مال من أجل إجراء عمليات تجميل كي تصبح قريبة الشبه من الفنانة ياسمين صبري، وأنه لن يتركها بعدها. أشارت السيدة إلى أنها طلبت من زوجها أن يبحث عن سيدة أخرى تقبل هذا العرض، وطلبت منه الطلاق وديا، ولكنه رفض أن يمنحها الحرية بسبب صلة القرابة التي تجمعهما، وأنه لا يريد إثارة أزمة داخل العائلة. ولفتت الشابة إلى أنها عانت نفسيا من مقارنتها الدائمة مع الجميلات من المشاهير، وخصوصا ياسمين صبري، ولم تجد حلا سوى طلب الطلاق. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. وهنشوف بقى دلوقتي سيارتها الجديدة، سيارة ياسمين صبري الحقيقية طبعا، وزوجة أبو هشيمة الأولى قبل هيفاء وهبي. وإيه رأيكم مين الأجمل؟ شاركونا في التعليقات. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة جديدة للفنانة ياسمين صبري. إيه، ياسمين صبري طبعا فنانة معروفة وزوجة أبو هشيمة حاليا، وادي السيارة حاجة فخمة جدا طبعا، هنشوف ماركتها ونوعها وتمنها دلوقتي. ووفقا للوثيقة المتداولة فإن السيارة رولز رويس كابروليه باسم الفنانة ياسمين صبري بتاريخ 19 أغسطس 2020، ويبلغ ثمنها 6,113,545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تقدر ب3,717,137 جنيه. وبجمع الرقمين يكون سعر السيارة حوالي 10 مليون جنيه، يعني الجمارك حوالي نص ثمن السيارة. سيارة كابروليه يعني السقف متحرك ممكن يتشال وتبقى منها للهواء عشان التهوية تبقى حلو. وادي التصريح الجمركي وفي قيمة السيارة وتمنها، وهنشوف بقى دلوقتي حقيقة طلاقها وفيديو حلو ليها قبل الشهر. هي أخرى نقلت مجلة الجميلة عن مصدر لها من داخل مجموعة الام بي سي أن الممثلة المصرية ياسمين صبري طلبت 250,000 دولار من فريق أعداد برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي المشهور عمرو أديب على شاشة قناة الام بي سي مصر، وذلك مقابل الظهور معه في إحدى حلقات البرنامج. لكن إدارة البرنامج رفضت نظرا لضخامة المبلغ الذي يعادل 4 ملايين جنيه مصرية. وقال المصدر من داخل البرنامج أن عمرو أديب غضب من طلب ياسمين صبري، خاصة أنها تعلم أن النجوم دائما لا يتعاملون مع برنامج عمرو أديب مثل باقي البرامج، خاصة أنه من أكثر البرامج مشاهدة في مصر وبعض الدول العربية. وعندما سمع عمرو أديب المبلغ الذي طلبته ياسمين صبري، طلب من فريق الإعداد أن يخبرها بأنه سوف يعطيها 100,000 جنيه مصري فقط، وهذا هو قيمة ظهورها معه. لكن اعتبرت ياسمين أن ما قاله عمرو أديب هو بمثابة إهانة لها، ورفضت بالطبع الظهور بالبرنامج. وده صورة أيضا نشرتها من حوالي يوم، أخذت 600,000 لايك. ودي صورة جميلة جدا من حوالي 20 يوم مع زوجها،
وهنشوف بقى ايه فيديو نادر جدا ليها قبل الشهرة وقبل الجواز وقبل العمل بالفن يثبت ان هي ما عملتش عمليات تجميل، وبعده هنشوف اول ظهور لزوجة ابو هشيمة الاولانية قبل هيفاء وهبي وولاده الشباب، هتندهش. ياسمين أشرف صبري، ياسمين عندك كام سنة؟ 22. طولك قد إيه؟ 72. وزنك؟ 65. ياسمين ممكن شكلك من فعلا كام؟ طبعا. مش في الكاميرا؟ اسمعي؟ مش في الكاميرا؟ ياسمين ممكن تبص هنا؟ ياسمين عملت حاجة قبل كده ولا عمري؟ لا ممكن أشوف أحلى سمايل ليكي؟ بسرعة البرق انتشر على مواقع التواصل صور لزوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الأولى وابنيه الشابين لأول مرة، ليتم تداول الصور على نطاق واسع وسط تعليقات وتفاعل كبير من قبل الجمهور الذين يتعرفون عليهم لأول مرة. ظهر أحمد أبو هشيمة وابنيه الشابين عمر ويوسف في الصورة المتداولة خلال حضورهما إحدى المناسبات، فظهروا بكامل أناقتهم من خلال ارتداء بدلات كلاسيكية من اللون الأسود. دي الصورة اللي انتشرت بسرعة البرق، هما الثلاثة زي القمر، ربنا يخليهم لبعض، عمر ويوسف ووالدهم، وأخذوا يلتقطون الصور على السجادة الحمراء لحظة وصولهم. وكان عمر الابن الأكبر لأحمد أبو هشيمة تم تداول فيديو قديم له يعود لعام 2018 كشف فيه أنه لاعب في النادي الأهلي ويحلم أن يواصل مشواره في هذا المجال، مؤكدا على أن والده لم يساعده في الأمر، فكرة القدم تعتمد على الموهبة وليست الوساطة. وهنشوف دلوقتي الفيديو ده وبعد كده نشوف زوجته الأولى. الحمد لله اللعيبه كلهم كانوا رجاله، والحمد لله كسبنا، عملنا موسم حلو، وفي اخر الدوري كان لازم نكسب الماتش ده وكده عشان نحسم. وعن سن ابني احمد ابو هشيمه، فقد كشف في حوارات صحفيه سابقه ان لديه ابنين وهما عمر ويوسف من زيجته الاولى، حيث يبلغ ابنه الاكبر 20 سنه الان بينما الاصغر 17 سنه. كما تم تداول مجموعة صور نادرة لزوجة أحمد أبو هشيمة الأولى التي تزوج منها وهو في عمر ال 22 سنة بعد أن تعرف خلال فترة دراستهما الجامعية، لتتوج علاقتهما بالزواج في سن صغير وأنتج عنها ابنيهما عمر ويوسف بحسب موقع البوابة. وأظهرت الصور ملامح زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى بوضوح، والتي فاجأت الجمهور نظرا لأنهم وجدوا أن جمال أم أولاده مشابه كثيرا لزوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري، فكل منهن لديها نفس الشعر الداكن والشامة على الوجه. دي طبعا ياسمين صبري اللي هي الزوجة الحالية، هي الزوجة الثالثة، وادي الشعر الداكن والشامة على الوجه. ديت هيفاء وهبي الزوجة الثانية، أشهر من نار العالم طبعا، والشعر الداكن والشامة برضو على الوجه. دي هيفاء وهبي. هنشوف بقى الزوجة الأولى اللي هي أم ولاده عمر ويوسف، هي ديت برضو الشعر الداكن والشامة على الوجه. انتوا ايه رأيكم؟ تشبه هيفاء وهبي وياسمين صبري؟ شاركونا في التعليقات. وادي صور تانية ليها، وقولوا لنا ايه رأيكم في الصور. وهنشوف برضو صورة ليها ديت مع ابنها، ايه زي القمر. هنشوف تاني كمان أسرار عن ياسمين صبري وزواجها من أحمد أبو هشيمة. نشرت في الأيام الأخيرة
واحدة اسمها مروة يحيى الغور، صور جميلة جدا والأول مرة تعرض لياسمين صبري وهي بنت صغيرة. منها الصورة ديت، الصورة ديت كتبت عليها صورة حصرية لياسمين صبري في فرح خالتي. هي أول واحدة على اليمين اللي هي ياسمين صبري. مروة قالت إن هي بنت عمة ياسمين صبري. وهنا الصورة هنا أوضح شوية، هي أول واحدة على اليمين اللي هي ياسمين صبري في فرح خالة مروة. وهنا برضو نشرت الصورة ديت النهاردة 5 مايو 2020 في الفرح، برضو ياسمين صبري قاعدة على الأرض. ولفت نظر اللي شاف الصورة إن الحسنة مش موجودة. المصري اليوم برضو كتب: قريبة ياسمين صبري تنشر صورة من طفولتها، عرفتوا الحلاوة جاية منين؟ وهنا برضو نشرت مروة على الانستا اهو، وكله بيقول فين الحسن. طبعا الحسنات ممكن ما بتبقاش من الولادة زي الوشمة، الوشمة هي اللي بتبقى من الولادة لغاية الواحدة ما تكبر، لكن الحسنة ممكن تظهر في أي وقت. وهنا هذه الحسنة باينة أوي، هي ياسمين صبري اللي احنا عارفينها دلوقتي. وكتبت برضو مروة: طب ركزوا، دي ماما اللي هي اللي على الشمال، وياسمين على اليمين، ووالدة مروة دي بتبقى عمة ياسمين. وكتبت: عرفتوا بقى الحلاوة جاية منين؟ ودي نشرت الصورة النادرة ديت في فرح ياسمين صبري في زواجها الأول، وكانت مرتدية فستان أبيض جميل وبسيط. ودي تعتبر أول صورة لياسمين صبري في فرحها الأول اللي هو قبل أبو هشيمة طبعا، وأول صورة لزوجها السابق. دي بقى طبعا لينا ملهاش نفس يعني ان احنا ننزل صورتها، دي مروة يحيى الغور ومتصورة مع ابنها، وكتبت على الصورة الجميلة ديت: لو تعرف حضنك بيدفيها ازاي، او كلمة حلوة بتفرحها ازاي. طبعا تكلم ابنها. ودي صور تانية ليها مع زوجها وبيقولوا له سيادة المستشار، واحنا متشكرين يا مروة انك نزلت لنا الصور الجميلة ديت، وشاركونا بالتعليقات. وهنشوف دلوقتي اسرار عن البرنس ساعة ما راح لفيلا بتاعت ابو هشيمة وياسمين صبري. السلام عليكم، كل سنة طيبين، عملاء كرام، واهلي واهل امبابة وستاف المحترم وامي وبلدي، كل سنة طيبين وربنا يحميكم، والجيش الابيض وربنا يحمي مصر كلها يا رب العالمين. ان شاء الله نفتح على خير، وعرفت ان شاء الله ممكن نفتح كده في الكوابيس ان شاء الله، ما حددتش ميعاد يعني، بس مش عارف اشتغل ولا عملاء كل سنة طيبين، بس والله العظيم ثلاثة يعني ان شاء الله ربنا ينصرنا وهنشتغل وهتيجوا، كل سنة طيبين. وطبعا انا اشكر النهارده الرجل الاعمال المحترم احمد باشا ابو هشيمه،
كنت عامل عزومه النهارده عنده، وطبعا انا فرحان جدا طبعا الاستقبال الجميل الرائع كنت عامل هو المدام، فكنت سعيد جدا 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 بالعزومه الجميله ديت وبتاع، كنت فرحان. واشكر طبعا النجمه ياسمين صبري على الاستقبال الرائع وبتاع، عملت عزومه جميله. واشكر طبعا احمد باشا ابو هشيمه راجل قماش والله يعني راجل كرمنا، يعني العزومه دي جميله جدا كرمنا وقال لي وطلع الاستاف شهر مرتب، وطول مشكورك جدا يعني على حاجه زي كده كبيره جدا، وربنا يبارك لك والف الف مبروك. كل سنه وانتم طيبين عملائي، كل سنه وانتم طيبين، ولو في اي حاجه جديده اقول لكم وحشني جدا والله.